لماذا يستهدف التجمع اليمني للإصلاح؟ التجمع اليمني للإصلاح اليوم وبقية شركائه السياسيين والاجتماعيين هو يعد رافعة وطنية وسياسية لمشروع اليمن الاتحادي، وبالتالي تموضعه في هذا الخيار مع خيار الدولة الوطنية مع خيار اليمن الاتحادي بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي والسلطات الرسمية والمشروعيات الدستورية والقانونية وقرارات مجلس الأمن. لكل هذه الاعتبارات يستهدف التجمع اليمني للإصلاح باعتباره رافعة سياسية ووطنية واجتماعية وفكرية لهذا المشروع. هذه المشاريع الثلاثة التي تحدثنا عنها يعني سابقا تستهدف التجمع اليمني للإصلاح باعتبار امتداده الوطني و يعني حضوره اليوم في عمق المجتمع اليمني وفي كل فئات المجتمع. صاحب المشروع السلالي يستهدف التجمع اليمني للإصلاح لأنه حزب وطني يتجاوز الموضوع العرقي، يتجاوز الموضوع السلالي، وصاحب المشروع الجغرافي أيضا لديه ثأر مع التجمع اليمني للإصلاح لأن الإصلاح حزب وطني يتجاوز الجغرافيا ويتجاوز الهويات القاتلة. وأيضا أصحاب مشاريع إضعاف البلد يرون في التجمع اليمني للإصلاح مع بقية القوى السياسية كحالة سياسية مستقرة لتؤسس لبناء البلد وفق مخرجات الحوار الوطني، وفق القانون والعدالة والمواطنة المتساوية والندية والشراكة في المصالح الحيوية والاقتصادية في المنطقة. يرونه أيضا من هذه الزاوية خطرا، ولذلك نحن لا نستغرب كل هذه الحملات التي تستهدف التجمع اليمني للإصلاح. وأقول بأن هذه الحملات هي تستهدف الإصلاح نعم كحزب، لكنها في نهاية المطاف تستهدف الرافعات الوطنية والسياسية التي هي البقية الباقية من المصدات الوطنية التي تعمل على حماية البلد. بالأمس فقدنا دولتنا وسيادتنا الوطنية على أرضنا وحلت محلها الميليشيات وتضرر هذا الوطن لكل أبنائه. اليوم الاستهداف سواء كان للتجمع اليمني للإصلاح أو للمؤتمر الشعبي العام أو حتى للحزب الاشتراكي أو للناصري أو لقوى سياسية أو لكل القوى الوطنية، واستهداف لهذه الرافعات السياسية والوطنية التي من شأنها أن تحفظ لهذا البلد بقية الاستقرار وبقية تماسكه الوطني ووحدته الوطنية ووحدته الشعورية. يعني هذه الوحدة اليوم الوطنية التي تمثلها العملية السياسية والتي تمثلها أحزاب قوى التحالف الوطني التي تسند الشرعية والتي كان لها موقف إيجابي من عاصفة الحزم في اليمن. اليوم هنا هذا الاستهداف لا يمثل فقط للحزب الإصلاح ولكنه أيضا يمثل للحالة السياسية ويمثل أيضا يعني محاولة لتكسير الحالة الوطنية المتبقية في البلد.